الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. الحادي عشر من فبراير الماضي سقط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. منذ ذلك الحين انطلقت آلاف الأصوات التي تنادي بمحاكمة الرئيس المخلوع ونظامه، نظامه الذي سمح بإطلاق النار على متظاهرين سلميين. وعلى مدار شهور نجاح الثورة ما كادت تخلو مظاهرة في ميدان التحرير من مطالبات بمحاكمة مبارك ورجاله والقصاص ممن أطلقوا الرصاص على شهداء ثورة 25 يناير. وبعد قرابة شهرين ونصف الشهر من المطالبة القصاص، ظهر ولأول مرة صوت الرئيس السابق مبارك في تسجيل صوتي اختص به قناة العربية ينفي فيه تورطه في أي أعمال عنف أو سرقة لمقدرات الشعب المصري. لأنه أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعتي ونزاهة أسرتي. وفي الحادي عشر من إبريل أعلنت النيابة العامة بدء التحقيق مع مبارك ونجليه بتهم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين، وتم نقل مبارك إلى مستشفى شرم الشيخ، وقرر النائب العام حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق ثم تم التجديد. في يونيو الماضي تصاعدت الضغوط وبلغت ذروتها، فصدر القرار بتحديد موعد لمحاكمة مبارك ونجليه جمال علاء ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من مساعديه في قضيتين منفصلتين في 3 أغسطس الماضي. ووقتها ثارت الأقاويل حول مكان المحاكمة التي اشتهرت في الصحف العالمية بمحاكمة القرن. وأخيرا حسم الجدل. محاكمة القرن في أكاديمية الشرطة يرأسها المستشار أحمد رفعت وتذاع على الهواء مباشرة. حبس العالم أجمع أنفاسه في 3 أغسطس الماضي، وترقب الجميع وصول الرئيس المخلوع مبارك الذي حضر من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مقر المحاكمة عن طريق طائرة مجهزة طبيا. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، كان أول ظهور لمبارك بعد الثورة داخل قفص الاتهام. حضر الجلسة ممددا على سرير طبي متحرك وأمام العالم أجمع نطق بأولى كلماته. أفندم أنا موجود، كل هذه الكلمات أنا أنكرها كاملة. وفي نهاية جلسة عاصفة قرر رئيس المحكمة استمرار حبس المتهمين وإيداع الرئيس السابق مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة السويس الصحراوي. وفي 15 أغسطس انعقدت جلسة المحكمة مجددا، وقرر المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العدلي، وقرر أيضا وقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة حرصا على الصالح العام. حفاظي على الصالح العام، قرارات المحكمة، وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات التي تبدأ اعتبارا من 5/9/2011 وحتى نطق بالأحكام. وفي 5 سبتمبر كانت الجلسة 3 للمحاكمة، ثم توالت الجلسات
التي استمع فيها القاضي لأقوال شهود من بينهم المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان ووزير الداخلية السابقين محمود ودي ومنصور العسوي في جلسات سرية. تفضل حارس بعد التأكد من سلامة الأختام فوجدته مطابقا لما ورد بالمظروف. وفي 30 من أكتوبر الماضي قرر المستشار أحمد رفعت تأجيل النظر في القضية لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من أحد محامين أسر الشهداء بدعوى أن جلسات المحاكمة لا تدار بشكل محايد وخصوصا بسبب سرية جلسات الاستماع للمشير. وقبل نهاية العام بأيام تم رفض دعوى الرد وعادت من جديد جولات محاكمة القن بعد توقف دام 100 يوما. وفي الجلسات الأولى من العام الجديد تواصلت مرافعات النيابة على مدار 3 أيام وطالبت لمبارك وشركاه بالإعلام. المتهم الأول اشترك بطريق اتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العدلي وزير الداخلية وقتئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية ارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار. وبعدها بدأت جلسات سماع الدفاع الذي فجر مفاجآت أبرزها الدفع ببراءة الرئيس السابق من تهم إطلاق النار على المتظاهرين وتحميل المسؤولية كاملة لقادة الجيش. وفي 20 من فبراير الماضي استمعت المحكمة لتعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني على مرافعات الدفاع ثم استمعت للتعقيب الأخير لدفاع المتهمين. وفي 22 من فبراير تحدث المتهمون لأول مرة دفاعا عن أنفسهم عاد مبارك ونجليه واللواء إسماعيل الشاعر. وحددت المحكمة ميعاد النطق بالحكم اليوم 2 يونيو من عام 2012. مفاجآت كثيرة فجرتها جلسات محاكمة القرن على مدار 45 جلسة في 10 أشهر فقط. واليوم ينتظر المصريون حكما تاريخيا وبين الإعدام والبراءة لا يزال مصير مبارك محيرا بعد قرابة 15 شهرا على انطلاق الشرارة الأولى للثورة.